جميل لك ليش ما تفوز هون لك ماما جميل شو خلص المناه مين دارة بندارة امي وعلى اساس المؤتمر يضل شهر على اساس ليش نحن منشترك بشغله ما منخربها ماما حطيت عالصرامه كيفك شكلك انت هذا اللي اخذ عقلك الله لا يوفقه ولا يبارك له لو كان اخذ انا محروس مو كان احسن لي شو عمل فشل المؤتمر واجلوه للسنه الجايه ليش ضارب حدا بشي شبريه يا ري كانوا اخذوه على الحبس وخلصنا منه شو عمل ماما اخذونا نحن اعضاء المؤتمر على غابه القرود شو منظار بياخذ العقل اكيد فرج شايف شي قرد من القرود اللي هربانين من ام الطنافس قرايبينه وراح معه شو انا متجوزه قرد اسكت انت ماما شو صار المهم فرج شاف غريرة هالقد صغيرة بحكي لها السلامة مرت عمي الله يسلمك بوسينا شو هاي اللي هالقد قدها؟ غريلا صغيرة بس أنا بعرف إنه الغريلا هيك تطلع كبيرة يعني قدك مرت عمي وقدي قدك لحالك تضربي بهالراس المهم شاف قرد راح ونسفه بالحجر ونزل لك هالجوز الهند علينا مثل زخ المطر وشو بدكم أحسن من هيك؟ لو نزلت يا مقوصة جوزة هند على راسك ما كنتي قلتي هيك أنت عرفتي ليش؟ شو ها؟ شو ها دولا؟ ما في شيء امي ما في شيء ليش ما دريتي انه ابراشد اخذ مروان وراح خطب له واليوم عرسه ايه امي كملي لنا شو صار معكم بالمؤتمر ماما كل اعضاء المؤتمر اصيبوا بجراح خطيره جدا جدا وعلى اثر يا نقلوا الى المستشفيات انني الوحيده التي لم اصب باذى امي راحت على الهند طبيعيه رجعت عم تحكي فصحى لك لا ما عم بحكي فصحى بس حفظتها بصم من كتر ما قالوها وعادوها وفتقوها بنشره الاخبار امي احنا لقيتي محل تتخبي فيه مرت عمي احسن ما يطير راسك لك انو محل بوسينا انو محل لك وين ما تخبيتي بينزل على راسك وعلى كتافك عشر قرود كتر خيره ابو ياسر عمل لي تغطيه ممتازه وان شاء الله هو ما تاذى يا حرام صار بده طون سيرسيون لحتى يلزقوا عظامه ببعضها شو هاد ولا جميل؟ ني صوت هالدربكين؟ امي ما في شي ما قلت لك هذا صوت العرس العرس امي العرس دقري لي الباب كمان شو هاد ممنوع الدخول لمن ليس له عمل وله عمل المدير العام جميل ولا جميل افتح الباب امي نحن يعني فصلنا الشركه عن البيت وعم نعمل صيانه والله عملت منيح ماشي الحال بس وين المفتاح 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 افتح المفتاح على الحداد ولا هاك افتح خلصني بقى شو جميل جبت لنا رقاصه من الهند ولا خطوش هندك انا وينه محروس انا ما دخلني جميل حطوا عصق شو هاد؟ ما تخلوا حدا يرتاح بهالشركة؟ شو هاد جميل؟ جايبين ممثلة هندية؟ هذا انت تبع الهز كمسي؟ منو هاي جميل؟ منو هدول ابو كيرو؟ هي امك والسكرتيرة امي والسكرتيرة عينتا كمان سكرتيرة بدي عينك من انعاد روح روح كم قلتلي اللي بتستاهلها خلي ابو راشد ومروان يرجعوا لأم طبش نزلوا لي هالشارع بقى